قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا. تاريخياً مصر معروفة بمواقف يشهد لها العالم كله بوقوفها بجانب الدول الأشقاء زي فلسطين والقضية الفلسطينية عموماً، وشفنا على مدار الثمان سنوات اللي فاتوا حجم الاهتمام المصري على كافة المستويات، سواء الشعبية أو حتى الحكومية أو على مستوى القيادة السياسية. ومن المنطلق ده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: سأظل داعماً ومسانداً للقضية الفلسطينية بالفعل لا بالقول. ودي كان القصد منها اللي احنا شفناه النهاردة بعد موضوع الصراع الأخير بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، ثم تدخل مصر في الوقت اللي نتج عنه هدنة بدون شروط عشان يعيش شعب قطاع غزة في أمان. مصر أرسلت شحنات ضخمة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كده وبس، لا كمان كان في 50 عربية إسعاف عبارة عن جسر بري متنقل ما بين فلسطين ومصر علشان ينقل المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة للمستشفيات المصرية، وده اللي احنا شفنا جزء منه في مستشفى العريش العام وباقي المستشفيات زي مستشفى الشيخ زويد وبير العبد. المساعدات الإنسانية اللي راحت من مصر لغزة لا تقدر بثمن. وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم في الفيديو ده قد ايه طول القافلة دي، عربيات كتير محملة بمساعدات طبية في المقام الأول، وخصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا، وكمان كان في مساعدات غذائية تكفي قطاع غزة لشهور قدام وتعمل مخزون استراتيجي للقطاع يكفي حاجة الأهالي هناك. طب هل كانت مساعدات غذائية وطبية وبس؟ لا، كمان كان في مساعدات بترولية كتيرة جدا عشان تساعد الأهالي على الحركة والنقل والمواصلات في القطاع، وزيادة كمية المواد البترولية الموصلة للأهالي في البيوت. قافلة زي دي وموقف زي ده عمره ما كان هيحصل إلا في وجود قيادة سياسية حكيمة زي القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر بالمواقف المشرفة تجاه كل العرب في وقت الأزمات والمحن.